know it's been it is an experiment, and we know that we don't have a natural replacement for a Calvin Phillips. ده احنا اللي دروتنا اللي باري جوه الشباري بالدهلكه ايه بالدهلكه اعمل لك ايه بقى ما انت ما بتعرفش لغه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مساء النور وحاله جديده مع حضرتك الكابيتانو مع احمد السيد. المنتخب الانجليزي بيضرب موعد في الفاينل مع المنتخب الاسباني. قدر المنتخب الانجليزي النهارده يفوز على المنتخب الهولندي بنتيجه 2-1 في مباراه صعبه على المنتخب الانجليزي، كان بيواجه خصم قوي وهو المنتخب الهولندي. في البدايه لازم ان انا يعني اشكر كل المنتخبات اللي هي شاركت في بطوله اليورو، متعتنا بشهر جميل، شهر ممتع لغايه لما وصلنا المباراه النهائيه اللي هتلعب ما بين المنتخب الانجليزي والمنتخب الاسباني. مواجهه هتبقى قويه، مواجهه هتبقى شرسه. المباراه هتبقى بالنسبه للمنتخب الانجليزي للسنه الثانيه على التوالي بيوصل للمباراه النهائيه بعد ما وصل البطوله اللي فاتت قدام المنتخب الايطالي في لندن واتغلب بركلات الجزاء، بيرجع تاني يوصل للفاينل قدام المنتخب الاسباني. الحلقه اللي فاتت اللي انا اتكلمت فيها امبارح وطلعت لايف وحللت مباراه المنتخب الاسباني والمنتخب الفرنسي، يعني في اخر الحلقه كده قلت دقيقتين كانوا فيهم الزبد، يعني قلت ان يعني المنتخب الانجليزي كنت حاسس من امبارح ان هو هيكسب وهيفوز على المنتخب الهولندي، وقلت يعني يا حسره الجماهير الانجليزيه، كنت قلت يعني الجماهير الانجليزيه اللي قاعده نفسها طبعا منتخبها ان يكسب، نفسها منتخبها ان هو يفوز، نفسها منتخبها ان يوصل للمباراه النهائيه، ولكن مباراتهم قدام المنتخب الاسباني خصم صعب وبنسبه 99.9 المنتخب الاسباني مرشح بقوه انه يفوز، ولكن كل السيناريوهات موجوده، كل السيناريوهات مطروحه، ولكن نظريا ومنطقيا وفنيا وتكتيكيا وكل حاجه ولعيبه كواليتي، لا اسبانيا افضل بكتير من المنتخب الانجليزي ومرشحه بقوه. فهتبقى في حسره وحزن شديد ان انا للسنه الثانيه على التوالي بوصل وبتغلب. مباراه النهارده ما بين المنتخب الانجليزي وما بين المنتخب الهولندي عندي كلام كتير في المباراه واللي حصل في المباراه، ولكن قبل ما اخش في التحليل الفني للمباراه لازم اشكر اول حاجه المنتخب الهولندي، لازم اشكر كومان. كومان بصراحه رجعنا تاني للكره الهولنديه الشامله، رجعنا للمنتخب الهولندي تاني ينافس مع المنتخبات الكبار بعد ما غاب يعني عن المعترك والمنافسه اكتر من 14 سنه. انا فاكر المنتخب الهولندي ايام بقى ما وصل فاينل نهائي كاس عالم 2010، ايام بقى فان بيرسي وايام فاندرفارت وايام شنايدر وايام اريان روبن وفان برونكوست وفاندر سار، الجيل العظيم بتاع المنتخب الهولندي ده. فقدنا المنتخب الهولندي يعني لمده 14 سنه، بيرجع تاني في 2024 مع كومان بلعيبه. انت قبل البطوله انت بتتفرج على المنتخب الهولندي ما كنتش تعرف بس لافان دايك، ما كنتش تعرف بس الا يعني اكي، الاثنين دول ليه؟ لان واحد بيلعب في مانشستر سيتي والتاني بيلعب مثلا في ليفربول بس، ولكن اثناء البطوله لا شفنا ديمفرايز، شفنا سيمون واحد من احسن اللعيبه اللي موجوده في خط النص في البطوله، شفنا مالين، شفنا جاب كل بدا يطلع تاني وبيظهر بس مع المنتخب الهولندي، شفنا ممفيس ديباي، شفنا ويجهورست الاسترايكرز، شفنا ريدير، شفنا شخوتن لعيبه نص الملعب. لا المنتخب الهولندي رجعنا تاني للكره الهولنديه واللعيبه الهولنديه اللي بالكره الشامله بصراحه عملوا بطوله هايله لغايه لما اتغلبوا النهارده، ولكن لو هم لو مستمروا على كده بنفس الاداء مع كومان لا هنشوف المنتخب الهولندي في كاس العالم الجاي بقى 2026 وبطولات اليورو الجايه هتبقى ليهم حاجه تانيه. اللعيبه دي كلها لعيبه صغيره لسه. المنتخب الانجليزي يعني عايز احيي المدير الفني ساوثجيت. ساوثجيت من اول البطوله اخطاء فنيه كتيره، مشاكل عنده مش عارف يلاقي لها حلول، ولكن المدرب الكبير واللعيبه الكبار اللي انت ترجع تاني في البطوله، وده اللي عمله في المباراه اللي فاتت قدام المنتخب السويسري، صلح من اخطائه، صلح من مشاكل موجوده عنده. اي نعم بيكسب يعني اخر ماتشين بالبينالتيز قدام المنتخب السلوفيني، بينالتيز قدام المنتخب السويسري بينالتيز، ولكن النهارده بيكسب 2-1، صلح مشاكل كتير واخطاء كتير ما كانت موجوده عند المنتخب الانجليزي. هنشرح هو عمل ايه. يلا بينا نخش في الاجواء التحليل الحلقه، بتفرج على قمر سبسكرايب في القناه، فعل زر الجرس، غب لايك جامد في الفيديو، اشير الحلقه دي لكل اصدقائك والكل احبابك. خلينا نتكلم النهارده على مباراه السيمي فاينل الثانيه ما بين المنتخب الهولندي والمنتخب الانجليزي. هات الكوره والتاني فما حاجه، يا نهار ابيض
هنتكلم في البدايه عن تشكيل المنتخب الانجليزي. تشكيل المنتخب الانجليزي ساوث جيت لعب بطريقه لعب على الورق كانت 3 4 3، ولكن في ارضيه الملعب وحشرح كانت ازاي، كانت بطريقه 4 2 2 2. لعب بحراسه المرمى بيكفورد قدامه 2 سنتر باك مارك وي والسنتر باك تاني ستون، زي بناحيه مين ووركر وناحيه ناحيه الشمال تريبيير، 2 في نص الملعب ديكلان رايس وماينو لعب بمانشستر سيتي، لعب قدامهم 2 فودن وبيلينغهام، لعب قدامهم 2 ساكا والامير هاري كين. المنتخب الهولندي مع كومان ب 4 3 3 لعب بفان بروخلين في حراس المرمى، قدامه 2 سنتر باك ديفرايز وان فان دايك ناحيه اليمين، ديمفرايز ناحيه الشمال، اكي سوليس في نص الملعب، شخاوتن وشافيت سيمونز وريديرز، لعب بسترايكرز ممفيس ديباي على يمينه مالين، ولعب على شماله جابكو. هشرح المنتخب الانجليزي يعني ايه اللي عمله المدير الفني ساوث جيت. المدير الفني ساوث جيت كان عنده مشكله في نص الملعب، غير فيها طريقه اللعب واضطر ان هو يلعب ب 4 2 2 2. ليه لعب كده؟ هشرح على البورد هو عمل ايه. زي ما شرحنا وقلت هو بيلعب بطريقه 4 2 2 2. ليه لعب كده؟ لعب كده لان الراجل عنده مشكله في وسط الملعب. لما كان بيلعب من اول البطوله وجود ارنولد كلاعب ارتكاز تاني ما لقاش منه فايده، فقام منزل ماينو لعب مانشستر سيتي ولعب جنبه ديكلان رايس. عايز يلعب بفودن في الحته دي. ليه يلعب بفودن في الحته دي؟ لان فودن كان مميز في مانشستر سيتي مع المدير الفني بيب كارديولا في الحته دي. من اول البطوله فودن كان بيلعب بجناح، فكان بيلعب ب 4 3 3، فكان فودن في الحته دي ما كانش باين، ما كانش ظاهر، فاضطر ان هو انا عايز استغل فودن، يعني انا قتله في الحته دي ناحيه الشمال وحجمت من خطورته ووجود فودن في الحته دي. لا، انا عايز ارجع فودن تاني زي ما كان بيلعب مع بيب كارديولا. فهو لعب ب 4 2 2 2 زي ما قلت، لعب بديك رايس ولعب بماينو، رجع فودن يلعب هو وبيلينغهام الاثنين جنب بعض، وحط هاري كين كسترايكرز وقدامه ساكا، فبيضطر ساكا ان هو يبقى جناح شمال في الحته دي وقدامه هاري كين. فاصبحت الحته دي فراغ عند المنتخب الانجليزي في مباراه سويسرا والمباراه النهارده، وبالذات ان بيلينغهام وفودن مديهم حريه حركه في حته نص الملعب دي. ولكن بيلينغهام ما بيقومش بالدور ان هو يبقى جناح شمال. جناح شمال دي انت عايز واحد مثلا زي ايزي اللي موجود معاك بره في الدكه، واحد مثلا زي جوردن، واحد مثلا زي اتنين لعيبه مش موجودين معاك في البطوله، مثلا واحد زي راشفورد، واحد زي جراليتش، مميزين في الحته دي. ولكن بيلينغهام لعيب نص ملعب، بيلعب لك رقم 8 او بيلعب لك رقم 10، فانت الاثنين دول يعني كفوا ووفوا. ولكن فضلت الحته دي مشكله عند المنتخب الانجليزي، وفضلت برضو مشكله الحته الباك ليفت عند المنتخب الانجليزي. وجود تريبيير كان مؤثر على كفاءه المنتخب الانجليزي لانه بيلعب بيمينه، فانت عشان تدي واجبات للاعب بيلعب برجليه اليمين ناحيه الشمال انه يروح وينطلق وان هو يعمل كروسات وعرضيات برجليه اليمين، ده صعب، صعب على اي لعيب ان هو يعمل حاجه زي كده. فانت كنت محتاج لعيب باك ليفت في ان انت تلعب في الحته دي. معاك لوك شو ولكن انت استعدت بيه في الشوط الثاني. خلينا نتكلم على مجريات الشوط الاول. زي ما شرحنا وقلنا المنتخب الانجليزي شكله كان عامل ازاي وهو عمل ايه ساوث جيت عشان يستغل خطوره فودن ويستغل خطوره بيلينغهام ويستغل خطوره ماينو، واحد من احسن لعيبه الموجوده في وسط الملعب مع المنتخب الانجليزي. شوط اول متكافئ ما بين المنتخبين. يمكن تحس ان كومان اتخض شويه واتفاجئ بطريقه لعب المنتخب الانجليزي. المنتخب الانجليزي تحس ان برده في سيطره الى حد ما في نص الملعب، بوجود ماينو، بوجود ديكلان رايس، بوجود فودن، بوجود بيلينغهام، رباعي لعيبه كوره بتعرف تسلم وتستلم، بتعرف تطلع بالكوره وتعمل بيلد اب، بتعرف تفنش الهجمه بشكل مميز، وجود جبهه قويه زي جبهه ساكا بالفنتات والمراوغات. ظلت الحته اللي انا شرحتها وقلت عليها من شويه، الحته الفاضيه هي حته الجناح الشمال، لان محدش موجود معاك يلعب في الحته دي. وجود طبعا هاري كين كمحط يسند مع كل الناس دول، وجود وولكر ناحيه اليمين، الواحد من احسن لعيبه الباكات اليمين الموجوده على مستوى العالم، عارف يعني ايه واجبات المركز ده من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه. ساند وفاتح جبهه من ناحيه اليمين، جابت شمال تريبيير، هو ده كان اقل واحد في المنتخب الانجليزي، ده كان شكل وخطوره المنتخب الانجليزي. المنتخب الهولندي ما يميزه زي ما قلت الكره الشامله، برده لعيبه نص ملعب محترمه، واحد زي تشافيت سيمونز لعيب هايل، واحد زي شخاوتن ده لعيب قوي جدا، واحد زي ريدير، الثلاثه دول برده بيعرفوا يسلموا ويستلموا. بصراحه كنا مستمتعين بحته نص الملعب. الكره لما بتبقى منتخب هولندي بتستمتع وتتفرج في لعيبه نص ملعب بتعرف تسلم وتستلم، الكره مع المنتخب الانجليزي فرحان وانت بتتفرج على لعيبه بتعرف تسلم وتستلم وتحضر مع زمايلها.
قدام المنتخب الهولندي في وجود ممفيس ديباي، في وجود جابكو، في وجود مالن. مالن من اللعيبه اللي محتاج مساحات ومحتاج ان يبقى في قدامه مساحات فاضيه عشان اعرف اعمل مراوغات وانطلاقات، ولكن انت لو قللت المساحات عليه ما ظهرش خطوره، فبالتالي مالن ما ظهرش خطورته تماما طول مجريات الشوط الاول، على عكس يعني ممفيس ديباي اللي كان بيحاول مجتهد. جابكو كان متحجم طول المباراة، واحد هيستني يقول لي جابكو ما ظهرش ليه؟ واحد من اللعيبة المميزة قوي في المنتخب الهولندي وهو اللي شايل المنتخب الهولندي المباريات كلها، ليه النهاردة جابكو ما ظهرش؟ وهو طبعا بسبب وجود وولكر. وولكر من احسن اللعيبة الباك رايت زي ما شرحت قلت من شوية، عارف يعني ايه واجبات المركز ده، بيلعب عليه واحد زي جابكو بصراحة حجمه وحط في جيبه. انا ما شفتش جابكو طول المباراة، غايب تماما تماما طول المباراة. يقدر منتخب الهولندي بقى مع بداية اللقاء ان هو يجيب هدف من عن طريق تسديدة من سيمونز من خارج المنطقة يوصل عنها حارس المرمى بيكفورد، انا شايف ان الكرة سهلة يقدر انه يجيبها. يجي بعد كده المنتخب الانجليزي يقدر عن طريق بينالتيز مستحق وضرب الجزاء ديمفريز يعني رجله كانت مرتفعة بيخبط يعني رجل هاري كين، بيجي بينالتيز بيخش هاري كين، هاري كين قبل يعني البينالتيز ده كان 9 اهداف من بينالتيز قدر ان هو يجيبهم 9 من 9 لنهاردة 10 من 10. راجل مميز، لعيب كبير، واحد زي هاري كين مميز قوي في ركلات الجزاء، بيحطها في حتت سم بصراحة في الجون، بصراحة لعيب من احسن لعيبة الموجودة في المنتخب الانجليزي. شوط اول متكافئ ما بين المنتخبين، بتخلص الشوط الاول 1-1. الشوط الثاني مع بدايه الشوط الثاني حس المدير الفني ساوثجيت ان في ثغره وهي ناحيه الشمال، فقام نزل لوك شو عشان يلعب الكروسات برجليه الشمال، تغييره مميزه من المدير الفني ساوثجيت اللي هو يعني عرف الاخطاء موجوده فين، موجوده في نص ملعب وجود ارنولد يعني حط ماينو اللعيب الهايل في نص الملعب، عرف ان فودن كجناح شمال مش الحته بتاعته، بيلعب برجله الشمال مش عدلته، كنت انت لازم تعزم واحد زي ايزي، واحد زي جوردن اللي موجودين معاك في الدكه، فانت مش عايز تلعبهم، خايف يعني ان انت تلعبهم مثلا في الحته دي، فقمت انت جبت فودن حطيته في نص الملعب، يعني علاج، لقيت علاج للمشاكل والحلول اللي موجوده عندك، اتبقت الحته بس بتاعت تريبير قمت انت صلحتها ونزلت لوك شو. يعجبني المدير الفني ان هو يعني وارد اي مدير فني ان هو يعني يغلط، ولكن العيب ان انت تتمادى في الخطأ والعيب ان انت تستمر في الخطأ. عجبني ساوثجيت ان انت قدرت ان انت تصلح من اخطائك وتحل كل المشاكل دي، وبالذات الثلاث مشاكل اللي انا شرحتهم من شويه لقيت حلول ليهم وقدرت ان انت تصلح من كل المشاكل دي. بالتالي شكل المنتخب الانجليزي كان حلو قوي في المباراه اللي فاتت قدام سويسرا، كان حلو جدا النهارده قدام المنتخب الهولندي. مع بدايه الشوط الثاني دي تغيير عمل المنتخب الانجليزي، المنتخب الهولندي فيه اصابه لممفيس ديباي اما نزل فيرج هوست، وفي تغييره في نص ملعب فيرمن لعب على حساب مالين وجاب في نص الملعب فيرمن وسحب سيمون من نص ملعب حطه كجناح يمين. يمكن هذه الحته شويه اللي اثرت على نص ملعب المنتخب الهولندي، على الرغم ان هو ما بدلش الشوط الثاني، لا المنتخب الهولندي هو اللي كان مسيطر كان افضل، ولكن تحس ان سيمون خطورته قلت، الباقي اللعيبه شغاله كويس، حتى فيرمن ده اللي نزل لعيب هايل برضه في نص ملعب سيطر مع شخاوتن وريدير في نص الملعب، ولكن المنتخب الهولندي كان ما يعيب هو ترجمه الفرص الحقيقيه، يعني جات له فرص لفيرج هوست ان هو يجيب هدف، جات فرصه مثلا لجابكو ولكن وولكر قدر ان هو يعني يقضي على خطورته، جات فرص من الكروسات والعرضيات من الكورنرز والضربات الثابته. لما تقابل منتخب كبير زي المنتخب الانجليزي مع ساوث جيت مع اسماء زي اللي موجوده في ارضيه ملعب المنتخب الانجليزي كلها بتلعب في البريمير ليج لعيبه كبار، فانت لازم تخلص، لازم تترجم كل الفرص اللي انت تجيلك دي، ولكن هتضيع هتستقبل، وبالتالي ده اللي حصل مع نهايه بقى المباراه بالتغيير اللي عملها المدير الفني ساوث جيت. انا حتى كنت قاعد بستغرب ان انت بتطلع هاري كين ما يطلعش في ارضيه ملعب، ولكن انت اللي هتتحاسب يعني لو تغييرتك دي فشلت انت يعني الناس كلها قد طلعت هتسلخك، ولكن طالما انت شايف حاجه في التدريب، شايف حاجه من اللعيب ده بيعمل ايه، بيتمرن معاك ازاي، مركز في المباراه ولا مش مركز، هيخطف ولا مش هيخطف، شايف ثغره موجوده قدام ما بين فان دايك وما بين ديفيرج، فانت لازم تلعب على الحيطه دي، وده اللي لعب عليه لما نزل ويتكنز سترايكرز مكان هاري كين وقال له روح ما بين الاثنين، في لخلخه في لخبطه ما بين الاثنين، ويلعب على الاثنين دول بيقدر يعني تيجي هجمه في اخر اللقاء، وكان قبليها برده كان في هجمه ولكن ساكا بيجي تف وبتتحسب تسلل من نفس الحته من نفس الثغره،
يجي برضو يعني هدف من نفس الحتة برضو ونفس المكان، ولكن واتكنز بيجيب الهدف التاني صالح منتخب الانجليزي في الدقيقة الاخيرة. يعني انت الهدف جاء اعتقد في الدقيقة الاولى او التانية من الوقت بدل الضايع، والحكم اصلا كان حاسب يعني دقيقتين وقت بدل ضايع، وبينهي حكم اللقاء وبيخلص الماتش 2-1 لصالح المنتخب الانجليزي. مبروك المنتخب الانجليزي وارلاك المنتخب الهندي. مباراة النهاردة كلها مكاسب، يعني من اقل المباريات اللي انا بطلع وبحللها وبتكلم عليها، ان انا دايما كنت بطلع وبنتقد المدربين وبنتقد اللعيبه وبنتقد، يعني زي مباراه امبارح لما طلعت في الحلقه اللايف واتكلمت وصرخت ديشامب ولعيبه المنتخب الفرنسي، ولكن النهارده بحيي كومان، بحيي لعيبه المنتخب الهولندي، ما قصروش يعني في الملعب ولا يعني تكتيكيا وفنيا، بالعكس منتخب الهولندي دلوقتي جاي في الطريق. منتخب الانجليزي ساوث جيت هايل، انت مش انت كنت وحش من اول البطوله وما كنتش مرشح لان كان في اخطاء عندك وكان في مشاكل كتير عندك، ولكن قدرت ان انت تصلح فيها وقدرت توجد علاج، وخاصه انت عارف ان الصحافه الانجليزيه شرسه جدا، الجمهور الانجليزي بيبح ما بيرحمش، فانت لازم تعمل حاجة عشان خاطر الناس دي. انت النهارده لو اتغلبت من الفاينل وخسرت كل الجمهور وكل الصحافة هتقول لك تعظيم سلام يا ساوث جيت، كسبت البطولة الناس هتشيلك فوق الاعناق وهتلف بيك لندن كلها، ولكن خسرت هتقول لك تعظيم سلام انت كويس بالمشاكل اللي عندنا دي كلها، بتوصلنا للسنة التانية على التوالي في نهائي اليورو. نهائي قوي، نهائي هنستزروا بقى ما بين منتخب الانجليزي ومنتخب الاسباني. اكتبوا لي في الكومنتس، اكتبوا لي في التعليقات تعليقاتكم على مباراة النهاردة، وبترشحوا مين يفوز اليورو، انجلترا ولا اسبانيا؟ بس دي كانت حلقة معاك كابتن احمد السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.